انا الرسم هو كما يقول لك هو اللي الخبزه تاعي، يعني ما عنديش خدمه من غير الرسم لحد حد الساعه. وبغض هذا العمل اللي نقوم به، عندنا دونك ما كاش معارض في الجزائر، وكاع كاين معرض الفن يعني، ومام الناس اللي تشري اللي طابلو على لي زارتيست ما راش كاين الا فئه معينه يعني قلال. تسمى كون نهضروا بالبورسونتاج تلقى 5% 6%، يعني كنت تكلم مع كاع الرسامين عندهم نفس المشكل.